أشاد اسم الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بالمشاركة الفاعلة التي شهدها افتتاح الأسبوع الأول من موسم سموه للموروث البحري والذي يقام على كأس نجله سمو الشيخ حمد بن ناصر بن حمد آل خليفة وتنظمه لجنة رياضات الموروث الشعبي. أشار اسمه إلى أن افتتاح الموسم قد شهد مشاركة مميزة من قبل الشباب البحريني والتي عكست حرصهم واهتمامهم الواضح على المشاركة الحقيقية لدعم إحياء الموروث البحري الذي يشكل إرثنا الحضاري المتوارث عن الأجداد والأباء والذي ميز مملكة البحرين منذ القدم والذي نفتخر به جميعا والذي نستمد منه قوتنا وتاريخنا من أجل المحافظة على هويتنا الأصيلة. أضاف سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن هذا الحدث بجميع فعالياته يشكل للمشاركين بوابة بحث عن كنوز المعرفة والعراقة والأصالة بالموروث البحري التي لا تزال صفحة لامعة في سماء الهوية البحرينية، كما أنها فرصة لجميع الشباب والناشئة للتعرف عن قرب على ما يتضمنه هذا الموروث من مسميات شعبية نسعى لترسيخها في أذهان الأجيال القادمة من خلال النهوض برياضات الموروث على الشكل الذي يحافظ على مكانة تراثنا الوطني. هذا ووجه اسمه دعوة لجميع الشباب لمختلف أعمارهم للمشاركة بالمنافسات والتي ستساهم في تشجيعهم ودفعهم لاكتساب المزيد من المعرفة بألوان الموروث البحري وستهيئهم ليكونوا قادرين على حمل لواء المسؤولية لتاريخ وتوثيق هذا الموروث، مثمنا سموه في الوقت ذاته دور الأباء في تحفيز أبنائهم على المشاركة في مثل هذه الفعاليات التراثية الرياضية والذي يساهم في تأصيل التراث في نفوس الأبناء ودفعهم نحو التمسك بهويتهم الوطنية.